معنى أحد الحالات المتميزة جدا في بوتوكس المعدة. احكي لهم عن تجربتك. أنت عملتي البوتوكس تقريبا من شهر؟ تقريبا صار لها شهر. كانت جدا سهلة وفعلا كنت أقدر أروح الدوام عادي جدا. كنت خايفة بس ستيل كنت ما عندي أي مشكلة إني أروح عشان أقدر أسويها. كان عندي هدف إني أوصل له في أول شهر. نازلة 8 كيلو عشان. فبالنسبة لي جدا ممتاز. 8 كيلو أبدا ما هي متعبة، ما فيها أي غثيان ولا أي تعب، ما فيها أي الأعراض اللي المفروض إنها تصير الجانبية، بس لا الحمد لله معي مشت مرة كويسة. بس النتيجة عجبتني، فأنا أنتظر بس الشهر اللي بعده، وحتى لو كان نزول شوية تدريجي ما عندي أي مشكلة. يعني أوصل التارجت اللي أنا أحبه. انطلاقتك في الشهر الأول 8 كيلو، فلو افترضنا إنه الشهر الثاني والثالث والرابع وإلى السادس بيكون 3 كيلو، مش 8 يعني، دائما انطلاقة برضو حنعدي 15 إن شاء الله. ما شاء الله تبارك.